مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل يوتيوب. ححكي لكم بفيديو اليوم عن معلومات وتفاصيل عن اصدقاء بريج دادا الاتراك، وعشان تعرفوا كل هالتفاصيل كملوا الفيديو للاخر. فريق بوميكلوب هو فريق تركي بينضم شباب وبنات، وقائد هالفريق بريج دادا. فهم كونوا هالفريق بقيادة بريج دادا بعد ما وقف بريج تصوير مع فريقه السابق بسبب الظروف اللي واجهتهم من ضغط دراسة وعدم قدرتهم على توفير إقامة في تركيا لجميع الأعضاء اللي كانوا في الفريق. فريق بوميكلوب بدأ هالفريق بتصوير فيديوهات مع بعض قبل شهرين، وأول فيديو كان إلهم مع بعض بعنوان علمت أصدقاء الأتراك عربي، وحقق هالفيديو أكثر من 500,000 مشاهد. وقبل ما يحكي باريش عنهم ويعلن انهم فريقه، كان دائما يكتب في الوصل اصدقائي وليس فريقي، لكن في فيديو كتب عليه اقوى مقلب في اليوتيوب كل الفريق بكى، وكانت هالبداية رسمية عن اعلانه انه فريقه الجديد بوميكلوب. فهم لحتى الان مو رافعين غير 5 فيديوهات مع بعض، وفيديوهاتهم بتحقق بشكل عام اكثر من 500,000 مشاهدة، وهم مناشطين فنادر ما بينزلوا فيديوهات بتجمعهم مع بعض على القناة. وهالفريق مكون من 7 اعضاء، 5 شباب وبنت. رقم 1 باريش وهو قائد هالفريق. رقم 2 ياشيم وهي احد اعضاء فريق بوميكلوب واكثر صديقة مقربة لباريش. رقم 3 محمد اللي بيبلغ من العمر 20 سنة، تركي الجنسية، هو احد اعضاء هالفريق، بيتابعوا على الانستغرام اكثر من 500,000 متابع، ومن صفات محمد انه جدا محبوب من متابعينه ومن ام. ايسودا وهي احد اعضاء فريق بوميكلوب، تركية الجنسية وغير متزوجة، وهي اكثر صديقة مقربة لياشيم وبتابعها على حسابها على الانستغرام أكثر من 200,000 متابع. سميتز هو أحد أعضاء فريق بوميكلوب، تركي الجنسية وغير متزوج، وبيتابعوا على حسابه على الإنستغرام أكثر من 474,000 متابع. إيرين أحد أعضاء فريق بوميكلوب، تركي الجنسية وغير متزوج، وبيتابعوا على حسابه على الإنستغرام أكثر من 11,000 متابع، وحسابه خاص ومو عام أبدا. ياجيت وهو أحد أعضاء فريق بوميكلوب، تركي الجنسية وغير متزوج، وبيتابعوا حسابه على الإنستغرام أكثر من 654,000 متابع. وبيمتلك ياجيت قناة على اليوتيوب بتابعوا فيها حوالي 137,000 مشترك، فهو ناشر أيضا فيديوهات على القناة بتجمعوا مع الفريق. فمحمد وياجيت هم وباريش وياشيم فقط هم اللي بيمتلكوا قناة على اليوتيوب، لكن جميع الفريق بيمتلكوا حسابات على التيك توك، وجميعهم حساباتها موثقة وبيتابعهم عليها أكثر من 1,000,000 متابع. وهالفريق بيمتلك حساب جماعي على الإنستغرام باسم بوميكلوب تركي، وبيتابعهم على هالحساب أكثر من 25,000 متابع، وعدد المنشورات المرفوعة 14 منشور. وبيمتلك فريق بوميكلوب أيضا حساب على التيك توك جماعي، بيتابعهم على هالحساب أكثر من 866,000 متابع، وفيديوهاتهم بتحقق بشكل عام أكثر من 10,000,000 إعجاب. فهم نشيطين على التيك توك أكثر من أي منصة تانية مثل اليوتيوب والإنستغرام. انتوا احكوا لي بالتعليقات شو رأيكم بفريق بوميكلوب، وهل بتحبوهم ولا لا، وشكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.